السلام عليكم. المفروض دلوقتي هنتكلم عن منحنيات الترانزستور، او على وجه الخصوص المنحنيات دي. هي دي بتتكرر كتير، هنحاول نعرف هي جت بالشكل ده ازاي بصورة تقريبية. مثلا ليه الحتة دي عاملة كده، ليه بيحصل حاجة شبه الثبات هنا، وليه في ميل اصلا، ليه مش ثابتة ثبات كامل، وهكذا. الفيديو ده هيكون نظري، مش هيكون فيه مش يعني هيكون نظري، مش هيكون مسائل. فبالتالي اللي مش مهتم بالحته النظري خلاص يسيب الفيديو ده خلاص، ويشوف الفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده هنبدأ نتكلم عن دوائر الدي سي بتاع الترانزستور. بس يعني الفيديو ده هيكون حلو برضه. بداية وصولنا للمنحنيات دي، هنفتكر الحاجات، بعض الحاجات اللي قلناها في الفيديو الأولاني خالص بتاع اللي كان فيه البي ان جانكشن والترانزستور. كنا وصلنا في الفيديو الأولاني ده، خلينا نعيد الكلام بسرعة. احنا عندنا بي ان جانكشن كده، وعملنا هنا فورورد بايس. هنا بيكون تركيز الهولز أعلى، وهنا تركيز، يعني تركيز الهولز هنا مرتفع، وتركيز الإلكترونات هنا يعتبر أقل. الدوبينج هنا أعلى في البيرج. كنا بنقول إن احنا وصلنا واثبتنا الكلام ده، ان احنا بنجيب الماينوريتي كاريرز في الان ريجن، والماينوريتي كاريرز في البي ريجن. طبعا الماينوريتي كاريرز في الان ريجن هتكون هولز، والماينوريتي كاريرز في الان ريجن هتكون الكترونات. كنا احنا بنجيب التيار على اساس ان هو ايه، مجموع التو ديفيوجن كارنتس، على اساس ان التيار هو مجموع تو ديفيوجن كارنتس، ديفيوجن كارنت بتاع الهولز في الان ريجن، والديفيوجن كارنت بتاع الالكترونز في البي ريجن. معنى احنا اول حاجه جبناها، وده اللي اثبتنا القانون بتاعه، اللي هو توزيع. احنا اللي احنا اثبتناه هو قيمة المينوريتي كارير هنا وهنا، دلتا بي، تمام. قلنا ان هي عبارة عن بي نود او بي ثابت، يعني خلاص انا مش مهتم هنا، ماشي انا مهتم شوية بي ان نود، تمام، في اي اس في على في تي ناقص واحد. نفس الكلام هنا بالنسبة لدلتا ان، سو ان بي نود. ايه البي دي؟ البي دي اللي هي البي ريجن، يعني ان ده يعني الالكترونات، البي هي البي ريجن، النود يعني في حالة الاتزان اللي هو في حالة ان مفيش بايس. في اي اس في على في تي ناقص واحد برضو. ده كنا المرة اللي فاتت. طبعا هو ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو في صفر هيبقى اي اس صفر ناقص اي اس صفر بواحد ناقص واحد بصفر، فالدلتا ان ساعة الاتزان مش هيبقى فيه دلتا ان. وقلنا ان شكل الحاجات دي بيكون عامل كده، بيكون عامل كده اكسبوننشال. قلنا شوية فروض تانية مش مهم، يعني هو خلاص احنا كنا قلناها قبل كده. قلنا بعد كده ان التيار نظرا ان هو ديفيوجن كارنت، فالتيار بيكون شكله بيتناسب مع الدي بي باي دي اكس، ونظرا ان دي اكسبوننشال فتفاضل الاكسبوننشال تمام بيكون هو هو، يعني تفاضل الاكسبوننشال بيكون شكله اكسبوننشال برضه. فالتيار هنا هتكلم على جي بي، ده كده جي بي اللي هو ديفيوجن كارنت بتاع الهولز في الان ريجن، وده جي ان ديفيوجن كارنت بتاع الالكترونز في البي ريجن، تمام. التيار الكلي هو مجموع التيارين، لكن احنا هنجيب التيار هنا، هنفترض ان مفيش اي تغيير في التيار في الديبليشن ريجن نفسها، وده افتراض حلو يعني. والتيار الكلي هيبقى مجموع الاثنين دول، تمام، هيبقى مجموع الاثنين دول، هيبقى ده كده التيار الكلي عشان احنا في حاله السيلي ستيت. طيب تمام. هنقول حاجه تانية مهمه، وهي ان لو احنا كبرنا قوي البي دي، زودنا التركيز هنا عالي او خليناه اعلى بكتير من كده، او اعلى بصوره ملحوظه من كده، ودي قللناها كمان شويه. كل ما تزود تركيز البي وتقلل تركيز الان، كل ما دي هتعلى فوق، كل ما اللي هي ده القيمه الدلتا بي دي، او القيمه المناظره الدلتا بي هنا هتعلى فوق، اللي هي دي هتعلى فوق، والدلتا ان هتنزل هتبقى تحت. فبالتالي هيكون تاثير الدلتا بي او تاثير الهولز اعلى بكتير من تاثير الالكترونز. كان ده برضه كنا قلناه المره اللي فاتت. طيب ايه المهم بقى دلوقتي؟ المهم دلوقتي ان منحنيات الترانزستور احنا بنجيبها بنفس الصوره بالظبط،
بنفس الصورة بالظبط. المنحنيات اللي احنا عندنا دي هي عبارة هنا على المحور ده ال VCE. طب لحظة، هو ده كده تمام، ده NPN ترانزستور تمام. لو بي ان بي مش هتفرق، لو بي ان بي هتفرق بس في الاشاره، دي هتبقى سالب ودي سالب، فمش يعني مش هتفرق، هو نفس الشكل بالظبط. فهنتكلم عن بي ان بي تمام. هو احنا بنتحرك الفي سي اي، عمالين نزود الفي سي اي، واحنا بنختار يعني احنا بنختار بالظبط اي بي زي ما هو كاتب هنا، ايه اي بي يساوي 0، اي بي يساوي 10 مايكرو، اي بي يساوي 20 مايكرو، 30 مايكرو، وهكذا. فهنختار اي بي واحد ثابت ونقعد نغير في الفي سي اي، هنغير في البي سي اي اللي هو الكومون ايميتر، ال اسمه ايه ده، كوليكتور ايميتر، فولتج بين الكوليكتور والايميتر، ونشوف الاي سي هيبقى عامل ازاي. بس هي دي كل فكره اثبات المنحنيات. فهنشوف، هنبدا مثلا كده، هنرسم ترانزستور، هنقول ان هو بي ان بي، وزي ما قلنا في المره اللي فاتت بيكون بي دي بي بلس بلس، ودي بيكون ان بلس، ودي بيكون بي عادية تمام. تمام، احنا اول نقطة هنشوف اول نقطة عندنا، اول نقطة عندنا في المنحنى ده عند ال VCE بتساوي صفر، عند ال VCE بتساوي صفر. لكن انا هنختار كمان اي تيار من دول، يعني اختار اي تيار من دول، فممكن اختار اي تيار 30 مايكرو مثلا، مش تفرق كتير معانا يعني. فبالتالي احنا عندنا تيار 30 مايكرو وال VCE بيساوي صفر، معنى ان في تيار اي بي، دي طبعا دي البيز وده الاميتر وده الكوليكتر، معنى ان في تيار، ان هيبقى فيه فرق جهد، يعني فرق جهد والجنكشن دي فورورد بايست تمام. هنا في تيار في اي بي تمام. تمام، لحظة واحدة هنقطع قليل. طيب عدنا، كنت بنقول ان ال VEB قيمة موجبة، يعني ايا كان، بحيث انها تخليها forward bias. واضح ان انا قعدت في وقت خاطئ، لحظة. طيب رجعنا تاني. كنا بنقول ان احنا حاطين هنا VEC، والنقطة الأولى، اسف، هنا دي V اي بي، النقطة الأولى فيها ال في اي سي بصفر تمام، أو ال في سي اي بصفر، اللي هي فين ال في سي اي؟ اللي هي دي. انت دلوقتي كده مخلي دي بصفر. طيب احنا كده خلينا فرق جهد بين الايميتر وبين بين الكوليكتور والايميتر بيساوي صفر، بان انا عملنا دي ايه، شورت سيركت تمام. تمام، عشان نكمل محتاجين بكل بساطة هنعمل كي في ال. احنا كده عارفين ان دي فورورد بايس، لو عملت كي في ال هنا طبعا دي صفر، النتيجة هتطلع ايه؟ هتطلع ان لازم ادي ال في اي بي الناحية دي يطلع الناحية التانية كمان، فبالتالي بحيث ان دول يلاشوا بعض ويديك صفر في النهاية. فهنستنتج من كده ان الجنكشن دي برضو هتبقى، الجنكشن دي هتبقى فورورد بايست، وقيمة الفولت ده هو نفس قيمة الفولت ده، ودي نقطة مهمة جدا تمام. تمام، بنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هنطبق نفس اللي احنا عملناه ايام ساعة البي ان جنكشن، اللي هي المنحنيات دي. نرسم كده برضو، نرسم كده عادي عشان نبقى أسرع شوية، لو نصغر الشاشة شوية نطلع بده فوق شوية. بالتالي ادي أول جنكشن، ادي ثاني جنكشن تمام. عندنا دلوقتي عايزين نجيب قيم الدلتا، الدلتات كلها في كل الحتت دي. طيب زي ما قلنا الدلتا هنا دي اوت بي وان، فنقدر نعتبر دي كده بي ان جنكشن، ونستخدم نفس
الاسلوب اللي استخدمناه قبل كده. دلتا بي هنا، دلتا بي هتساوي ايه؟ بي ان زيرو اي اس في على في تي ناقص واحد. ايه هي البي ان زيرو؟ هي قيمة المينوريتي هول كاريرز فين؟ في الان ريجن دي. يعني كده هي دي الان، اللي هي الان ريجن دي زيرو، يعني قيمة الاكوليبري تمام مضروبة في العامل ده تمام. بالتالي نفترض ان هي دي قيمة البي تمام. تمام جدا. مجددا ده تركيزه اعلى من ده وده اعلى من ده. طيب خلينا نيجي الناحية التانية، خلينا نيجي الناحية التانية هنا، عايزين قيمة البي هنا. طبعا ماشي مش مهم، قيمة البي هنا نفس الفكرة، الجنكشن دي برضو فورورد بايست، برضو فورورد بايست تمام. لو بصينا الجنكشن دي بي ان جنكشن فورورد بايست تمام. تمام قيمة البي هل هتختلف عن البي دي، او تكون الدلتا بي يعني هل هتختلف عن قيمة الدلتا دي بي دي؟ لو بصينا على المعادلة هنلاقيها اول ترم هنا بيتكلم عن بي ان زيرو اللي هو قيمة البي في المنطقة الان، وهي نفس المنطقة متغيرتش. نفس الكلام اي اس في، الفي ده اللي هو الفورورد وايز بتاع الجنكشن، ونظرا ان زي ما قلنا دي كده شورت سيركت، فالفي ده هو نفس الفي ده، فبالتالي الفي ما اتغيرتش والبي ان زيرو ما اتغيرتش، فالبي هتظل زي ما هي او نفس قيمة مساوية ليه. تمام تمام جميل. بالنسبة بقى التركيز الانات هنا، او الكيرف بتاع الانات هنا، او المنحنى بتاع الانات هنا، هيبقى نفس العلاقة زي ما احنا عارفين، بس المهم هتبقى ايه؟ تبقى ان بي زيرو، ونفس العلاقة بعد كده يعني نفس الكلام اللي فوق. تمام تمام نظرا لان هنا تركيز الانات هنا اعلى من تركيز البيهات هنا، فبالتالي نظرا ان تركيز تمام، نظرا ان تركيز الانات هنا عالي فتركيز البيهات بقى قليل. فهنا نفس الكلام، تركيز البيهات قليل فتركيز الانات هيبقى عالي، فبالتالي ان بي زيرو هنا عاليه اصلا تبقى اعلى، والناحيه التانية هيبقى اقل. ليه هيبقى اقل؟ عشان دي بي بلس بلس، فبالتالي ان هنا هتبقى اقل. تمام هنرسم بقى محنايات، دي زي ما احنا قلنا زي التانية بالظبط، هتبقى حاجه كبيره كده. ده نفس الكلام كده، الحتة اللي في النص دي بقى هي دي اللي هتعمل فرق كبير معايا. الحتة في النص دي احنا في الأول يوم ما اتكلمنا عن الترانزستور في المرة اللي فاتت، في الفيديو اللي فات، كان ايه؟ كان هنا مفيش فرق جهد خالص، وبعدين بقى ريفرس بايس. في حالة ان مفيش فرق جهد خالص هنا، قلنا ان تركيز الدلتا بي الناحيه دي بيساوي صفر. ليه؟ عشان العلاقه دي لما يكون الفي بصفر اي اس صفر بواحد ناقص واحد بيك صفر، خلاص ما يبقاش في دلتا بي. انما المره دي الموضوع اختلف، فانت بدل ما انت بتوصل من هنا للصفر بقيت بتوصل من هنا لهنا. طبعا هي توصيله مش المفروض تبقى خط مستقيم قوي، المفروض تبقى حاجه عامله ميل كده، بس طول كل ما انت عملت تصغر عرض البيز كل ما هتعرف تقربها لخط مستقيم. تمام، واحنا في الترانزستورات الحديثه او خاصه في الاي سي هات، حسب ما قريت في المرجع يعني، كان بيتكلم من ان البيس فيتس وصل للنانومتر، فانت بتتكلم في حاجه فعلا صغيره جدا تقدر تعتبر معاها ان ده خط مستقيم كده. طيب لو حبينا نحلل الرسم دي وحبينا نشوف ايه هي التيارات اللي ماشيه، انا كل اللي انا عايزين نوصل له عايزين نجيب قيمه الاي سي، الاي سي اللي هو التيار اللي ماشي هنا. تمام تمام لو جينا نشوف دلوقتي هنلاقي ما يلي. هنلاقي اولا ان هنا في دلتا ان عماله تقل. تمام تمام معنى كده ان في انحدار الناحيه دي، ومعنى كده ان تبعا للديفيوجن الالكترونات هتمشي كده. معنى الالكترونات هتمشي كده ان التيار هيمشي في اتجاه المعاكس، يعني التيار هيمشي
كده. طيب ده بيمثل شيء غريب، لان احنا المفروض في التصرف الطبيعي للترانزستور ان في البي ان بي ان التيار بيخش من الايميتر وبيطلع من كل من البيز، وبيطلع كمان من يطلع من كل من البيز والكوليكتور. لكن هنا نظر ان الالكترونات هي اللي ماشيه كده، فالتيار بيمشي كده، فالتيار داخل جوه البيز، يبقى كده خلينا داخل جوه الكوليكتور. فده يخلينا ندرك ان الاي سي هيطلع قيمه سالبه. ليه؟ لان هو طالما داخل جوه مش طالع بره، بنعتبر ان التيار قيمه سالبه. تمام. تاني حاجه هنلاحظها في المرحله ده ان في الحته دي كده برضو هتمشي الالكترونات كده، فالتيار هيمشي الناحيه التانية. تمام. لكن نظرا لان دي اعلى بكتير جدا من دي، طب نقول تاني ليه دي اعلى بكتير جدا من دي؟ ان دي هنا بي بلس بلس، يعني هنا تركيز الهولز عالي جدا، واحنا عارفين القانون اللي بيقول ان البي او ان نود في البي نود تساوي ان اي سكوير. يعني كل ما البي نود تزيد قوي كل ما الان نود هتقل قوي. تمام. تمام. طبعا هو احنا انا مدرك ان دي مش حاله اتزان، بس يعني الفكره العامه ان دي كده كبيره قوي، فلازم انها هتكون قليله قوي، فبالتالي دي اعلى بكتير من دي، مما يعني ان التيار اللي ماشي في الاتجاه ده من هنا اكبر بكتير جدا من تيار اللي ماشي في الايميتر. المفروض يعني دي بتمثل دي جانكشن بتاع اللي بين الايميتر والبيز، فبالتالي دي بتمثل تيار بيعدي هنا، او الاي اي تمثل الاي، لكن دي صغيره جدا بالنسبه لي نظرا لفرق التركيزات الواضح. فهنقدر نهمل الاي اي تقريبا، نقدر نهمل الاي اي تقريبا، هنعتبره بيساوي صفر بالنسبه لكل الفرق الشاسع ده. يعني دلتا ان دي ممكن تكون قد دي 100 مره او يعني حاجه كده يعني، فبالتالي الاي اي تقريبا ممكن نهمله يعني. تمام. تمام. تالت حاجه هنلاحظها هنا الجزء ده، وهو ان عندنا هنا تركيز الدلتا بي هنا بيساوي تركيز الدلتا بي هنا. ليه؟ لان الاثنين مرتبطين بالبيهات في البيز اللي هي عباره عن ان، الاثنين بيساوي بعض، فبالتالي تقريبا هنا الميل بيساوي صفر، ونظرا ان الميل بيساوي صفر والديفيوجن كارنت بيتناسب مع معدل التغير، فبالتالي الديفيوجن كارنت الجي بي في الحته دي او اللي هو ماشي بتاع الايميتر ده، تمام، بيساوي صفر، تقريبا بيساوي صفر، وبالتالي الاي اي في كل احواله تقريبا يقول الى صفر. احنا عارفين القانون اللي احنا عارفينه اللي هو اي اي بيساوي اي بي زائد اي سي. لما ده بيساوي صفر هنلاقي ان الاي سي بيساوي ناقص اي بي، اي سي بيساوي ناقص اي بي، وده بيأكد الحاجة اللي احنا قلناها قبل كده ان الاي سي هيكون داخل مش طالع، وبالتالي خد الاشارة السالب. وبالتالي لو جينا نبص على المنحنيات هنلاقيه جايب هنا كده، طبعا هو بتاع مش واضح ان هي الاي بي اصلا بالمايكرو، وده سكيل، السكيل اللي هو صح ده السكيل، ده سكيل ملي، فبالتالي كان على كل حال هو الرسم موضحها يعني ان هو منزل الخط ده منزله تحت محور تحت محور اكس، ده كده بيلتقي مع محور واي في ناقص اي بي تقريبا. تمام. تمام. نيجي دلوقتي نشوف حاجة تانية، هو الوقت كتر برضه، نشوف لو احنا بقى نفس ترانزستور تاني، وهنا نفس بتاع، احنا هنا حاطين بطارية، شكلها معوق للأسف، هنزود قيمة ال VEC، البطارية دي اسمها VEC واحنا عايزين نزود قيمتها. ليه؟ لأن هو الجراف يقول كده، احنا عايزين نجيب قيمة ال IC مع تغير ال VEC. تمام. دي كده ال VEB، ودي نفس الكلام لسه ال B بلس بلس ان بلس بي. تمام. تمام.
في الاول كنا خلينا البي اي سي بصفر وطلعنا الشكل اللي فوق ده. طيب لو خلينا البي اي سي كبرناها حته صغيره جدا، مش جدا قوي، كبرناها حته صغيره، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بكل بساطه ان انت لما تيجي تعمل كي في ال بقى تاني، الحته البي اي سي دي هتاكل من البي اي بي حته، فهيبقى حته اصغر، يبقى حته اصغر للفي سي بي. تمام، يعني انت كل ما تزود دي هتعمل كي في ال هنا تاني، هتلاقي الفي سي بي ما بقتش بتساوي البي اي بي، بقت لسه برضه فورورد بايز. انت زودت حته صغيره لسه برضه هتبقى فورورد بايست، لسه برضه هتبقى فورورد بايست، لكن مش بنفس القيمه. هيفرق معانا ايه انها مش نفس القيمه؟ طبعا مش عايز اسست، خلاص انا كده الفيديو طول شويه، فهنحاول نشوف نفس الرسمه دي. لما قيمه الفولت ده يقل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي هتقل ودي هتقل، يعني معناه ان دلتا ان دي هتقل تحت شويه هنا، بس بلون تاني استغل من فكره الالوان يعني، فدي هتقل كده مثلا ودي هتقل شويه. فلما دي تقل اول حاجه هتحصل انها هتبقى عندك بقى، ودي دي مش هتتاثر نظرا ان ده ثابت، هيبقى عندك هنا ميل موجود وهنا دي قلت شويه. تمام، نقعد بقى نزود في الفي اي سي، نزود في الفي اي سي، نزود في الفي اي سي لحد ما نوصل لايه؟ لحد ما نوصل ان ده اللي هو الفي سي بي يساوي صفر. هيقعد يقل 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 لحد ما يساوي صفر. طب لما يساوي صفر نشوف، لما يساوي صفر دي هتبقى هنا خلاص، ما بقاش فيه هنا دلتا، ما بقاش فيه اي او سي بي، ما بقاش فيه في في اصلا، فبالتالي الاثنين دول هيساوي صفر، سواء الدلتا بي او الدلتا ان، وده هيبقى عامل كده، والدلتا ان خلاص ما بقتش موجود. ساعتها هنوصل لنفس اللي احنا وصلناه في الفيديو اللي فات، خلاص بقى عندك كده اللي موجود بس هو الاي اي، والاي اي كله تقريبا بيوصل الى الاي سي. تقريبا الاي سي او هو الاي سي هنا هيساوي الالفا اي اي، حيث الالفا دي حوالي 99 من 100. ده كل ده انت عملت تزود الفي سي اي. طيب تمام، لما تزود الفي سي يعني احنا بنشوفه دلوقتي، خلينا نوضح الدنيا بصورة احسن. الاي سي في الاول خالص لما كان الفي اي سي بصفر، الاي سي كان داخل جوه. تمام، الاي سي كان داخل جوه، وانت عمال تزود بقى في الفي اي سي، تزود في الفي اي سي، وصلنا لحد ما الاي سي بقى طالع بره والقيمه تكاد تساوي الاي اي دي الفا اي. يعني احنا عاملين ايه؟ الاي سي كان ماشي كده الاول، بعدين قعد يقل قيمته وهو ماشي كده، قعدت تقل 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 لحد ما قيمته وصلت لصفر، وبعد كده الامور انقلبت وبقى بيمشي الناحيه الثانيه اللي هو الفعل اصلا الفعل الطبيعي بتاع الترانزستور، ان الاي سي هيطلع بره اللي هو بي ان بي. بعد كده هيقعد وهو ماشي الناحية التانية، طول ما انت عمال تزود ال V E C، عمال ال I C معاك عمال يزيد 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 لحد ما يوصل للقيمة دي اللي هي ألف ألفا I E أو بيتا I B. تمام، فبالتالي ده هيمثل ايه على الكيرف؟ هيمثل النقط دي، دي مش عارف هو جايب ده، انا مش عايز البتاع ده اصلا. هيمثل النقط دي، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي وهكذا. تمام، هو الاول كان سالب، وبعدين ده كده الاي سي كان بالسالب معناه ان هو كان داخل، كان قيمته اي بي صغيره بس هو داخل. قعدت تزود الفي اي سي، طبعا هنا هنزود في سي اي هنا عشان ده ان بي ان، لكن انت في الناحيه الثانيه هتزود الفي اي سي، يعني مش مهم خالص، سيبك من الحاجات دي، المهم زي ما احنا راسمين. هيقعد الاي سي هيقعد يزيد يزيد لحد ما هنا هيبقى بصفر، هنا هيبقى بصفر في النقطه دي، هيقعد يزيد 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 يزيد, 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 يزيد. لحد ما يوصل النقطة دي، أو لو احنا بنتكلم على 60 بنتكلم على 30 مايكرو باين، لو دي يزيد لحد ما يوصل النقطة دي. تمام، النقطة دي بتمثل ايه؟ النقطة دي بتمثل ان خلاص ان ال V ان ما بقاش فيه هنا أي فرق جهد. النقطة دي بتمثل ان هنا ما بقاش فيه أي فرق جهد، معنى ان فرق الجهد هنا ضاع كله هنا، بمعنى ان ال V E B بيساوي ال V E C. تمام، ماجنتيود ال V E B بيساوي ماجنتيود الـ VEC
وعمالين يعرضوا بقى، بحيث ان ما يبقاش هنا في فرق جهد خالص على دي، يبقى كل ده ضايع هنا وبالتالي دي هتبقى هنا وهكذا. طيب لما تزود ال V E C اكتر من كده ايه اللي هيحصل بقى؟ لما تزود ال V E C اكبر من كده ساعتها الجنكشن دي، لو عملت كي في الات برضو الجنكشن دي هتبدأ تبقى ريفرس بايست، الجنكشن دي هتبدأ تبقى ريفرس بايست. كتقريب اولي لو قلنا ان الجنكشن دي ريفرس بايست بس، وان لو كتقريب اولي برضو فرضنا ان الريفرس بايس ما بيأثرش خالص، يعني مفيش تأثير زي ما احنا قلنا قبل كده، هو تأثيره يعتبر ضعيف شوية خاصة في حاجة صغيرة زي دي. هتلاقي هنا ايه، شايف الميل هنا كان كبير جدا، بقى كده الميل بقى شبه صغير جدا، يعني فرق كبير جدا في الميل، فاحنا بنقدر نعتبر ده كتقريب اولي ان هو ثابت، ان خلاص ان الميل ده مش موجود، لان هي بتطلع كده وتثبت الاي سي تثبت عند البيتا اي بي. تمام. لكن لو حبينا نشرح السلوب ده جاي منين، وكان ده مش ضروري قوي اصلا، لكن لو حبينا نقول كده هنقول ان انت كل زي ما احنا عارفين ان هنا في حاله الاتزان بين البي والان في عباره عن ايه، ديبليشن ريجن. تمام، ديبليشن ريجن. واحنا عارفين برضو ان لما ريفرس بايس، خلي الناس ده تحت شويه، لو عندك بي ان جنكشن احنا عارفين هنا بي وهنا ان، دي ديبليشن ريجن. ديبليشن ريجن دي بينشأ فيها مجال عامل كده. تمام. لما انت بقى تحط المجال ده بيمنع اللي هو الهوز انها تمشي كده والالكترونات انها تمشي كده. لما انت تحط بقى زيادة تاني، زيادة تاني جهد بالشكل ده، ايه اللي هيحصل هنا؟ الموجب ده هيجذب الالكترونات هنا شويه، والسالب ده هيجذب الهولز هنا شويه، فاللي هيحصل ان الديبليشن ريجن دي مساحتها هتزيد. تمام، هيحصل ان الديبليشن مساحتها هتزيد. تمام، ده شيء مفروض معروف. فنفس الكلام هيحصل هنا لما الديبليشن ريجن دي بقى مساحتها تزيد، معناها ايه؟ معناه ان مساحه او ان عرض البيز ده هيقل، ان دي كانت كده بقت كده، فبالتالي بدل ما انا برسم هنا هرسم هنا، هرسم كده. تمام. ولما ارسم كده وبرضه لا يزال الاكسس كاريز شبه ما فيش، وطبعا صغير جدا بالعكس بس شبه ما فيش، فبالتالي الميل لازم هيبقى عامل كده. وبعد كده الرسمه اتشوهت. المهم ان الميل كان في الاول، الميل كان عامل كده، بعد ما ضيقت الميل بقى عامل كده، ما يعني ان الميل قللت الاكس، لو الميل بيساوي واي على اكس انت قللت الاكس فالميل زاد. فمعنى ان الميل زاد ان ايه؟ ان التيار زاد. ولما الاي اي زيد الاي سي بيزيد، عشان الاي سي بيساوي الفا اي اي في الاكتيف مود. فبالتالي انت لما كل ما تزود الريفرس بايس، كل ما هتزود عرض الديبليشن ريجن، كل ما تزود عرض الديبليشن ريجن كل ما عرض البيز هيقل، وكل ما عرض البيز هيقل يبقى انت بتقلل الاكس والواي ثابته، لان الواي دي بتعتمد على فرق الجهد هنا، وفرق الجهد هنا احنا مثبتينه اصلا. فيبقى اللي هيحصل ان التيار اي اي هيزيد، وبالتالي الاي سي هيزيد، وهو ده اللي واضح من الرسمه، ان كل ما انت هتزود التيار هنا بقى ريفرس، كل الجنكشن بقت ريفرس، كل ما هزود فرق الجهد ده كل ما الاي سي هتزيد. اي نعم زياده اخف بكتير من الزياده دي، لكنها برضو بتزيد. تمام كده نعتبر خلصنا صوره. انا عارف ان هو يمكن مش جيد قوي، بس مش مهم، يعني انا مش هو الموضوع مش مهم قوي فعلا بالنسبه لقيت المنهج، يعني هو مهم لو حد عايز ما بيحبش ياخد حاجات مسلمات كتير. اخر حاجه هنقولها هنا
ان المنحنيات دي بتتقسم لاربع مناطق. طبعا هو في هنا منطقه مش موجوده، المنطقه الاولى المنطقه دي اللي تحت الاي بي بيساوي زيرو. طبعا لما يكون الاي بي بيساوي زيرو الاي سي هيبدا عند سالب اي بي، تمام، والاي بي هنا بصفر فهيبدا عند الصفر، المنحنى بيبدا عند الصفر هنا كده، ويقعد برضو يعاني من نفس بتاع، عشان كده مش بيساوي صفر دايما، مش بيساوي صفر دايما، عشان انت دايما عندك، عشان انت دايما عندك عندك ان الجنشة بقت عاملة كده، بقت دي صفر، وهنا انت لسه بتحط فرق جهد، تمام، ده كده فرق جهد، وده بي ان بي. فرق الجهد ده اكيد جزء منه هيجي على هنا، حتى لو الاي بي بصفر فرق الجهد ده جزء منه هيجي هنا، فبالتالي لا اسف هيجي هنا بالعكس اللي انا عامله ده، هيجي هنا كده، هيبقى ريفرس، فبالتالي هيحصل برضو التيار الصغير جدا اللي بيعدي، هيحصل فيه تيار صغير جدا اللي هو تيار الريفرس اللي بيعدي، تمام، هيحصل تيار الريفرس اللي هو احنا عارفين ان الريفرس كارنت مش بيساوي صفر بالظبط، فهو ده اللي مخلي فيه عندنا هنا شوية يعني كلام بسيط هنا، تيار صغير جدا. المنطقة اللي تحت الاي بي بيساوي صفر بتسمى الكات اوف، وهي دي المنطقة اللي بيكون فيها التو جانكشنز ريفرس بايست، او حتى لو دي بصفر، يعني لو الجانكشن دي برضو ريفرس بايست، يعني انا حطيت هنا مثلا ايه، لا انا حاطط هنا حاجه عامله كده بطاريه، فبرضه هيبقى الاثنين جانكشنز ريفرس بايس، دي مش هتوصل، مش هيبقى في تيار هيمشي هنا ولا تيار هيمشي هنا غير التيار الصغير خالص ده اللي هو بتاع ريفرس بايس. المنطقه دي اسمها الساتوريشن، هي المنطقه اللي قبل ما توصل لقيمه البيتا اي بي، قبل الاي سي ما توصل لبيتا اي بي، دي بتسمى الساتوريشن. المنطقه الثالثه وهي الاهم، المنطقه دي هي بتستخدم في الامبليفيكيشن، هي منطقة اسمها الاكتيف ريجن زي ما هو كاتب كده، ودي كات اوف ريجن زي ما هو كاتب برضه، هو مش كاتب دي ساتوريشن ريجن بس هي دي ساتوريشن ريجن. المنطقة الرابعة اللي كنت بقول عليها اللي هي بقى بعد فترة بيحصل بريك داون، فالمنطقة في منطقة هنا اسمها بريك داون ريجن، دي ملهاش مش مفيدة اكيد يعني، فدي هي الاكتيف ريجن اللي هي اهم منطقة. طيب طبعا من المهم ملاحظة ان الكومن ايميتر، الكومن ايميتر اللي هو ده زي ما احنا شايفين الايميتر اهو، هو اللي واصل بيه البطاريه دي من الناحيه دي والبطاريه دي من الناحيه دي. الكومن ايميتر ده يعتبر من اهم التوصيلات او اهمها من اكثرها استخداما، ليه؟ لان هو بتحصل بيه على اكبر امبليفيكيشن، انت بتحصل بيه على امبليفيكيشن اكبر امبليفيكيشن للباور، يعني انت هنا انت بتدخل مثلا، هتدخل اشاره هنا اي بي اللي هي اي سي، هتكبر وتطلع لك في الاي سي مضروبه في بيتا، البيتا بتكون مثلا قول 100 مثلا، فبالتالي الاي لو حطيت بقى هنا مقاومه، تمام، هو عشان كده الرسمه اتعقدت شويه، بس انت دلوقتي الاي سي داخل لك اي سي صغير جدا هيتضرب في بيتا ويتضرب في المقاومه، فبالتالي لو المقاومه دي 100 والتيار ده كان واحد مثلا، واحد اي حاجه، واحد ملي او واحد، ايش واحد ملي، الضرب في 100 هيديك ايه، 100 مللي، 100 مللي امبير ماشي هنا، الضرب في مقاومه 100 تاني يبقى 100 في 100 يديك 10 فولت، يديك 10 فولت، فبالتالي انت حولت تيار 1 مللي عرفت تشوفه في هيئه فولت 10 فولت، وده شيء كبير، انت كبرت التيار وكبرت الفولت في نفس الوقت. بينما لما عملنا البي ان بي، لما كان كومن بيس اللي احنا قلناه في بتاع في الفيديو اللي فات، كان كومن بيس وكان دي ريفرس بايس برضو، اللي حصل ان احنا كبرنا ايه، دخلنا هنا الاي اي وحطينا هنا مقاوم، فبالتالي الاي اي بقى هنا اي سي، اي سي بيساوي الفا اي اي،
الالفا دي اصغر من الواحد بحاجه بسيطه. اي نعم، انت لما ضربتها في المقاومه هنا خدت فولت كبير زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، كبرت الفولت، لكن هنا انت كبرت التيار وكبرت الفولت في نفس الوقت، فبالتالي ده بيديلك اكبر امبليفيكيشن، عشان كده ده من اكثر التوصيلات استخداما. في طبعا توصيلات تانية بتستخدم لاغراض تانية هنقولها في وقتها، بس يعني ده اللي كنت عايز اقوله المره دي. مجددا الفيديو ده يعتبر نظري زياده عن يعني زياده عن اللي الناس هتحتاجه في المعتاد، وبالتالي ما هوش على مش ناس كتير هتعتبره مهم، يعني هو مهم بالنسبه لي، يعني انا ما بحبش اخد حاجات كده قدر حاجات مش عارف جايه من قدر كده. بس شكرا جزيلا.